اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات هذه حنا متواجدين بالمحطه الطرقيه ديال ولاد زيان في هذه اللحظات هذه اللي كاين طبيعه الحال المسافرين بكثره خصوصا يعني في الباب الرئيسي ديال المحطه. طبيعه الحال الناس عندي غاديين وجايين من مدن مختلفه سواء اللي خارج من الدار البيضاء وغادي لمدن واحده اخرى سواء اللي جاي من مدن اخرى مدينه الدار البيضاء خصوصا انه قربنا للعطله الصيفيه. فطبيعه الحال كنلقاو يعني بزاف خصوصا انه يعني التلاميذ ديال الاعدادي يعني السابعه الثامنه كياخذوا يعني عطله من دابا تقريبا يعني كان اللي من دابا هذا هو السيمانه الاخرى او السيمانه الثانيه. فالناس يعني يبداو في يبداو يعني كيف هذه اللحظات هذا انهم يخرجوا مع وليداتهم كيستغلوا هاد العطله الصيفيه هذه وكذلك حتى العطله يعني الربيعيه اللي في المدارس يعني الثانويه. يعني كاين المسافرين بكثره وكاين واحد الاقبال كبير على 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 السفر. كما كتلاحظوا معنا حنا كنتواجدوا مباشره من محطه ولاد زيان في هذه الاثناء. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام المباشر معنا مشاهدينا الكرام هذا البث المباشر. يعني كاين الاقبال على السفر في هذا الاثناء هذا كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وخاصة كما كتشوفوا يعني المحطة ديال ولاد زيان المحطة الطرقية بطبيعة الحال اللي معروفة محطة ديال كما كيقولوا عليها محطة ديال للجميع ديال المحطة الطرقية ولاد زيان. بطبيعة الحال الناس يعني كاين إقبال كبير على السفر في هذه الأيام هذا وفي هذا الأثناء هذا تزامنا مع العطلات اللي كان عطلة يعني الربيعية وكذلك العطلة الصيفية اللي مبقى لها والو كما قلت في بداية هذا اللايف. شوفوا معنا الله يحفظك ما السيد قال لي حضرني من كاين السرقه فهذا اللي بغيت انا نحضر عاد شوف وياه دابا هذا هو المشكل انا واحد طال الله يرحم الوالدين الله الله يبارك فيك الله يرحم. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام اللي السيد يعني الله يجازيه بالخير هو حضرني انا اكثر نحضر يعني كان الناس كيشوفونا هذه اللحظات خصوصا انه الناس اللي يعني ماشي ولاد كازا كيجيو لهنايا فكتكون يعني طبيعة الحال السرقة هنا في ولاد زيان. ف يعني الواحد من يجي ينزل في محطة ولاد زيان خصوصا يعني الفترات يعني ديال الليل الفترة ديال بكري ديال الصباح فيردوا بالهم هنايا في المحطة الطرقية كيكون يعني السرقة بكثرة. مشاهدينا الكرام كنتمنى ان وصلنا لكم اجواء هنايا مبقى لي نقول لكم في القناة الاخير على امل التقي بكم بث اخر بحول الله.